بسم الله الرحمن الرحيم. غريب يا مظلوم كربلاء يا ابو علي، قف بالطفوف وجوب بفيض أدمعي، إن كنت ذا حزنا وقلبا موجعا، أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي؟ لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشيا مسرعين، تدعو والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع هم معي. أخاي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري في العدا وتخضعي؟ أخاي هل سمعت بنعيك أمك زهراء حين نعيت أم لم تسمعي؟ أخاي ما عودتني منك الجفا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي؟ أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنايا بالصوت راض أضلعي؟ فأجاب غا من فوق شاهقة القناة، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري. يا أيما كنت أصنع في حماهم فأيا أصنعي أولي وقفت على التل الحزين بقلب مفتوت وشبجت على الرأس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين دق عيا يد، وصلت العدوان لبيوت هجموا علينا يا كفيل وفرهدون، نادى لسان الحال منا وصعد انفاس يا مخدرة حيدار، ابونا صعب الامره
كثر العتب شي فيد في جثة بلا رأس رأسي على الخطية يا زينب تنظري ردي الخيمة قالت الخيمة احرقوها ردي الخيمة قالت الخيمة احرقوها سل الحرام قالت حريمك سلبوها باري سكين عزيزتي لا يضربوها وزين العباد بالمرض من خطف لون قل لا تزار الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلامه أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين عليه السلام زيارتان مني ونيابة عن والداي ووالد والداي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة قربة طاعة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على الجسد السليم السلام على الرأس القطيع
السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة من خالفك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائك، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك، ولعن الله من قتلك، وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله، ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى. السلام عليكم سادتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على سيدنا محمد وآله الطاهرين.